بيج 50. اوكي يلا لسن 1 كلنا شاطرين. في حاجه اسمها صن، حلو. الصن دي هنعرف انها مهمه قوي عشان هي بتطلع لنا انرجي، حلو. فدي حاجه جامده ومهمه قوي قوي قوي. الانرجي دي عرفنا احنا نحولها لحاجات. بصوا كده، دي كالكوليتر بس بتشتغل بالصن. واو، ازاي بقى؟ جواها حاجه اسمها سولار سيل. السولار سيل دي بتيجي تروح واخده الانرجي من الصن وتشغل بيها الكالكوليتر. واو واو واو، يعني حاجه اسمها السولار سيل. عندي السولار دي، السولار سيل اهي الحته دي اللي جوه الكالكوليتر دي، بتشتغل بالانرجي بتاعه الصن. واو، ايه رايك؟ فدلوقتي الانرجي، اغلب الانرجي بتاعتنا على فكره انسايد ذا صن. يبقى الانرجي موجوده فين؟ انسايد ذا صن. حلو. بعد كده الانرجي دي هنقدر نعمل لها تشينج من one form to another، يعني من شكل للتاني. نبدا بسم الله. هنبدا نعمل convert للانرجي، نحول من حاجه لحاجه. most device، اغلب الاجهزه زي ما احنا عارفين depend on electricity، يعني ايه؟ بتعتمد على الالكتريستي او على الكهرباء. فابتدينا نفكر convert energy of sun. ايه رأيكم نجيب الالكتريستي دي من الصن؟ واو، قرب من الصن. بصي الدماغ، عملنا حاجة اسمها السولار سيل. اهي السولار سيل دي بتاخد الصن، بتاخد الانرجي من الصن، ويا سبحان الله تطلع بيها الكتريسيتي. واو، فالسولار سيل دي قدرت تحول من دلتا، قدرت تحول من صن لالكتريسيتي. يبقى السولار سيل دي قدرت تحول من مين؟ من صن لإلكتريستي. فأغلب الأجهزة بتشتغل بالإلكتريستي بقت ينفع تشتغل بالصن، لأن إحنا جينا الصن وعملنا جنريت للإلكتريستي. يعني إيه جنريت؟ جنريت ولدنا كهرباء. أيوة، عشان في عربيات تشتغل بضوء الشمس. يعني طلعنا. ويعني إيه طلعنا؟ يعني انتجنا، يعني عملنا، يعني سوينا، يعني ماشي اوكي. حلو. يبقى دلوقتي في ديفايس كتير، في اجهزه كتير كونفيرت، بتحول اللايت اوف انرجي اللي جاي من الصن، بتحول الصن لايه؟ لديفرنت فورم اوف انرجي، لانرجيات كتير. زي مثلا السولار باور كالكوليتر، الكالكوليتر اللي بتشتغل بالشمس. الله عليها، دي بتتشينج الصن لايت انتو الكتريكال، بتحول من شمس الكهرباء، بتحول من شمس الايه؟ كهرباء. صعبة؟ لا. واو، يعني هي مش الكالكوليتر السولر بتاعك. مالها الكالكوليتر بتتحول؟ مش هي اللي بتتحول، هي جواها حاجة اسمها مربع اسمه سولار سيل. مربع اسمه ايه؟ سولار سيل. المربع ده بياخد الانرجي من الصن يطلع منها الكتريستي. اهي الالكتريستي دي بتعرف الكالكوليتر تستخدمها، فبتعرف تحسب بيها بس كده. يعني هل الكالكوليتر، ايوه في اخر سطر بقى، في اخر كومنت قلتها دي، قلت في اخر جملة دي ان
different device، الأجهزة بتقدر تحول اللايت النور بتاع السن تطلع منه كهرباء، تطلع منه ايه؟ كهرباء او different form of energy، زي السولار باور كالكوليتور، اسمها كده الكالكوليتور اللي بتشتغل بالشمس، سولار باور كالكوليتور دي بتحول مين؟ بتحول السن لايت لإلكتريكال انرجي. تحول مين؟ السن لايت الإلكتريكال. طب هنا بقى يلا ايه ده؟ انا بتكلم على تحت، انا لسه ما ابتديتش تحت. هنا انا ما قلتش ده. ايوه دي بتحول السن لايت. صعب؟ لا سهله. حلو. دلوقتي ايه رايكم الشايلد الولد اللي في الصوره دي بيستخدم الريموت كنترول عشان يحرك العربيه، صح ولا غلط؟ غلط. انا عايز اشوف الريموت كنترول اللي انت بتقول. انا بقول على دي. أيوة. اما اللي في الثانيه فعلا بيستخدم الريموت كنترول. بوث كار العربيتين محتاجين الكتريكال انرجي، صح ولا غلط؟ طبعا غلط. لان دي هو كان بيزقها بايده. دي ما بايده، اما دي اللي محتاجه كهرباء. دي اللي محتاجه ايه؟ كهرباء. عايزين نعرف بقى ايه الانرجي، ايه الطاقه اللي في الحاجات الريموت كنترول اللي بنتحكم فيها بالريموت كنترول. قال لك توي في العاب كتير قوي، كار وتراكس وبلانيت وبوت وريبوت، الحاجات دي كلها ريموتلي، يعني بتشتغل من بعيد عن بعد، بتشتغل بالريموت، يعني بتشتغل بين ايه؟ بالريموت. فاكيد التوي دي محتاجه انرجي، اكيد التوي دي محتاجه ايه؟ انرجي، عشان اند بيرفورم اكتيفيتي، عشان تعمل حاجات تروح قدام وتروح ورا وتتشقلب وكده. ازاي بقى بنديها الانرجي؟ هاو، ازاي بندي للالعاب دي انرجي؟ اول حاجه البطاريه. حد شاف البطاريه ازاي؟ ايوه انا عارفه البطاريه ازاي بيدخل فيها الكهرباء. لا احنا ما بندخلش في البطاريه كهرباء. بصي كده، البطاريه دي اهي جواها مواد كيميكال. مواد ايه؟ كيميكال. مثلا A و B. المواد دي لما بيتحطوا مع بعض وبتحطهم جوه اي جهاز بيبدا المواد دي تربط مع بعض، واما يربطوا مع بعض كيميكال A و B، كيميكال A وكيميكال B، لما يربطوا مع بعض يطلعوا كهرباء. بس كده. فهل البطارية بيدخل جواها كهرباء ولا هي مواد كيميكال بتربط مع بعض وبتطلع كهرباء؟ مواد كيميكال بتطلع كهرباء. نكتب في الاخر اصلا ما بعملش حاجة من الكتري. يلا يبقى دلوقتي اللي فوق يا مستر خالص، عشان لسه في حاجات كتيرة اول ما عملتهاش. ايه البال؟ اوكي يلا. الباتري هما بيعملوا او ريسورس لكيميكال انرجي، فهما في الاصل ايه؟ كيميكال انرجي، كونفرت وبيحولوها لإلكتريكال انرجي. هل يلا يبقى ادي البتري. ادي مين البتري؟ ادي البتري صحيح. مش شرط تكتبي كل حاجه، يعني البتريز دي جواهم كيميكال، جواهم ايه؟ كيميكال. حلو. الكيميكالز دي هي اللي طلعت الكتريكال، هي اللي طلعت ايه؟ كده الكهرباء وصلت للعبه، كده الكهرباء وصلت للايه؟ للعبه. اول ما الكهرباء توصل للعبه بقى تبدا اللعبه تعمل ايه؟ كاينتيك، ممكن تبدا تتحرك، ممكن تبدا ايه؟ ساوند، ممكن تبدا تطلع صوت. اوكي بس انا ما عنديش صوت. بس كده. يبقى في الاول عرفنا ان البتري
كانت ريسورس لكيميكال انرجي وحولت الكيميكال انرجي لالكتريكال انرجي. خدنا الالكتريكال انرجي، خدنا مين؟ تكملة الانرجي، وطلعنا منها كاينيتك انرجي، وطلعنا منها ساوند انرجي. طلعنا منها مين ومين؟ كاينيتك انرجي وساوند انرجي. صعبة؟ لا. دلوقتي قال لك في حاجة مهمة، ايه اللي بيحصل لما البطارية ران اوت؟ ايه اللي بيحصل لما البطارية بتخلص؟ واسألي السؤال. بنحط مستر، هو كل ده احنا كنا بنتكلم هنا عن ايه؟ يا لهوي، هنا قلنا البطارية بتتحول لكيميكال. ايوه انا عارفه. ومن الكيميكال طلعنا كهرباء. هنا قلنا ان الكهرباء دي الالكتريكال بتخلي اللعب بقى يا تتحرك يا تطلع صوت. فتتحرك يعني كاينيتك انرجي، وصوت يعني ساوند انرجي. خليكي معايا ليه وبعدي؟ ليه بتتأخري؟ يلا معايا بقى. ايه اللي بيحصل لما البطارية ران اوت؟ يعني بنحط بطارية جديدة. لا، ممكن في بيتري كان بيريتشارج نقدر نشحنها. واو. ايه؟ اه، في بطاريات بنقدر نشحنها او كونكتنج نوصل للتشارجر، نوصلها لشاحن. او زي ما قالت بيبي رهف. بيبي رهف، ايوه، ريبليسنج الاولد باتري، نبدل البطاريات القديمة. نبدل ايه؟ البطاريات القديمة. حلو ده. رهف الاول. لا انا عايز اقول الاول واحدة. ايوه قول. الانرجي ستور كيميكال. كيميكال انرجي. رهف صح. يلا اوكي، يلا بجرورو. ان بيتري اوف ريموت كنترول توي، في بطاريات العربيه الكيميكال انرجي بتتحول لالكتريكال. صح. كاينيتك. وبعد كده العربيه بتبدا تتحرك تبقى كاينيتك. نبدا دلوقتي مارس روفر. ايه ايه البتاع دي؟ ده رجل الي روبوت. روبوت موجود على كوكب بعيد قوي. نبدأ. ده عبارة عن بيعمل اكسبوليريشن لروفر ان مارس. دلوقتي الروفر اللي قدامنا ده عشان يشتغل بيحتاج انرجي. بيحتاج ايه؟ عشان يعرف يبريد، عشان يعرف يشتغل، هيجيب الانرجي منين؟ نبدأ؟ من الشمس؟ هنشوف بقى. احنا في الفضاء حضرتك بعد اذنك، يعني لو ما يزعلش سيادتك. ايه ده، يعني الروبوت ده موجود اصلا في الفضاء؟ موجود على كوكب مارس. مارس ده كوكب على بعد 54 مليون كيلومتر من الايرث، يعني 6 شهور عبال ما توصل. لو عايزه تروحي مارس يعني تسافري 6 شهور براحتك. يعني دلوقتي طلعنا ميشن، بقينا نطلع حاجات اسمها ميشن او مهمات عشان نتعرف على مارس، بس مفيش، ما بنبعتش فيها اي بني ادمين. نو بيبل. امال بنبعت ريبوت وفيكل، بنبعت عربيات، بنبعت روبوتات، ما بنبعتش بني ادمين لمارس. ليه؟ لو انت عايزه تروحي الفضاء من غير هواء، من غير اكل، على مسافة 6 شهور رايح، على بعد 54 مليون كيلو من كوكب الارض، تمام؟ فاتفضلي، ده موضوع يخصك بصراحة. موتي بقى. يعني. موتي هنا ايه؟ بعد السر. ايه مسافة 6 شهور من غير اكل ولا مية ولا هوا؟ ما هتتجمد. نكمل بقى. مارس روفر كوريستي. ده رجل آلي محترم وصل. من احسن الروبوتات اللي وصلت. الروبوتات دي ريموت كنترول. وشبه اللعبة بالظبط، فمحتاجة انرجي. فمحتاجة ايه؟ البطاريات كانت بيوز، يعني ما ينفعش نديهم ايه؟ بطاريات.
ليه؟ لأن الديستانس بعيد أوي وأكيد مفيش تشارجر، أكيد مفيش شاحن والله يا حضرتك، ولا كبس كهربا هناك، ماليش نفس والله. طبعا هي لو راحت فوق هتقولي أنا أقدر أروح عادي يا مستر، بس يدوني بلاي ستيشن. نكمل. فإيه اللي حصل؟ فوجئنا بقى إن الكروستي الرجل الآلي ده بيستخدم السولار بانل اند الباتري بتاعة السولار بانل، يا بيستخدم الشمس يا بيستخدم بطاريات بتتشحن بالشمس. الشمس دي داخله في كل حاجة يا سبحان الله، ما احنا قلنا هي المين سورس اوف انرجي، ما احنا الدرس ده كله على الشمس. فعرفنا ان السولار بانل بتحول السولار انرجي لإلكتريكال انرجي. عرفنا ان السولار بانل بتحول السولار انرجي لإلكتريكال انرجي. وبعد كده خدنا الإلكتريكال انرجي من البطاريات. حلو. والإلكتريكال انرجي اللي طلعت من البطاريات دي حلو اتحولت لكاينيتك انرجي يعني الحركة، وثيرمال انرجي وحرارة. الله. ومين بقى اللي كان متحكم في الكهرباء دي؟ سنسور. عارفين يعني ايه سنسور؟ حساسات. حلو ده. السولار بانل اون ذا كوروسيتي اكسبلريشن روفر بتحول من ايه لايه؟ من الكتريك لسولار. لا، من سولار لإلكتريك. من سولار انرجي لإلكتريكال انرجي. واخر واحده كاينيتك. ليه بقى غلط؟ إيه سوري، مش احنا قلنا ان احنا بنعتمد على السولار انرجي؟ السولار بانل، السولار باتر. لا، وبعد كده السولار بتتحول. يبقى دي كام؟ دي نمبر 1 السولار، وبعد كده السولار بتتحول لإلكتريك. لازم إلكتريك 2 صح؟ واخر حاجه كاينيتك انرجي. ده هوم ورك صح؟ اول ورقه هوم ورك كلها. يس. ودي ايوه اول ورقه كامله هوم ورك. يلا مستر يلا دي. كل الورقه كامله ده كوريكت، حلوه عادي سهل. يلا بيقول لي رايت ذا ساينتفك تيرم، اكتب الساينتفك. شطوره خالص. رايت ذا ساينتفك تيرم او اكتب الساينتفك تيرم. نبدأ. source of energy، ال source of energy اللي store الكيميكال energy سميناه ايه؟ source of energy store chemical energy سميناه ايه؟ source of energy و store وبنخزنه في chemical energy. kinetic battery. شفتي قلتها. سبحان الله. البطاريات هي السورس اوف انرجي واللي بيتخزن في كيميكال انرجي. ايه الانرجي اللي بتخرج بقى من البطاريه؟ الكتريك. المره دي الكتريك صح. نجمة. شكرا. اللي بقى اللي بعديها الروبوتك فيكل، الروبوت اللي راح على سطح مارس كان اسمه ايه؟ افتكر مارس روفر. روفر مارس روفر. نجمة كمان. سلام سلام. مارس روفر. يلا نقول الكمبيوت مع بعض. The energy can be changed from one form to another. الانرجي بيتحول من شكل للتاني. الريموت كنترول. ما قلتش حاجة. تكلمش اصلا. الريموت كنترول. الكتريك. كونفرت ايه اللي متخزنة في الباتري. ستورد ان باتري. كان ايه الانرجي اللي متخزنة جوه الباتري. غلط والله العظيم. اللي متخزن جوه الباتري اسمه كيميكال انرجي. اللي بيتخزن جوه الباتري اسمه كيميكال
energy. وده من ايه؟ البيتري دايما chemical energy. مثلا انت تجاوب دي من هجاوب ده. وبيتحول دايما لإلكتريك انرجي. ايوه مثلا قلتها ليه هي اللي كانت هتقولها. وبعد ما يتحول لإلكتريك انرجي هيبقى كاينيتيك انرجي. يلا تو اوبريت عشان نشغل اي جهاز زي الالكتريك ميكسر محتاجين انهي انرجي؟ كيميكال الكتريك انرجي. ما هي بص هي ثابته والله العظيم. بصوا هي كل الاجهزه اي ماشين في الدنيا بتحتاج الكتريك. انا كنت عايزه اقول الكتريك بس قلت لا ممكن الالكتريك دي ممكن تيجي من الصن وممكن تيجي من البتري. يا الصن تطلع الكتريك يا البتري تطلع كيميكال انرجي. نمبر 3 ومن كيميكال انرجي لالكتريك انرجي. نمبر 3 الكتريك ونمبر 4 الكتريك اللي بعديها لسه ما قلتش. ونيو لا ده انا كنت بقول when your cell phone is out. لو تليفونك فصل you must recharge it. بنشحن ايوه ريتشارج بنشحن البطاريات عشان يشتغل تاني. some calculator into electric. بس on planet Mars على كوكب مارس الروبوت بيخزن انهي انرجي اللي جايه من الصن لايت سميناها ايه؟ كينيتيك صن اسمها سولار. انا كنت جت دي بقى انا مش عارفه اجابتها ايه بس ماشي يعني وبيحولها لايه جوه الالكتريك. ايوه شطورامي يا حاجه ما تقلويش شاتورامي. حلو بيحولها لإلكتريك انرجي. صعبة؟ لا ممكن تشينج الكتريك برضو. هي مصرح احنا كتبنا الكتريك كتير قوي. سبحان الله. يلا لسن تو هي كلها على الالكتريك. ايه لابو الورقة يلا لسن بقى تلفزيون نيد ايه؟ لا هنخلص سي مستر هكمل بس تلوين القلب. تلوين سي دي هنخلص هنا وجهة تبعهم. يس يلا يا تلفزيون نيد ايه انرجي عشان تشتغل؟ ايه ها محتاجة الكتريك انرجي. لا يا مستر محتاجة ساوند انرجي ولا الكتريك؟ محتاجة الكتريك انرجي يا مستر. انرجي محتاجة الكتريك انرجي مستر عشان تشتغل. فبتنتج ثيرمال انرجي عن الساوند. غلط دي الكتريك. اللي بعديها الكتريك انرجي هي اللي بنحتاجها عشان نشغل مروحه. صح حصل. يلا بينا كل حاجه كل ديفايس كل جهاز من دول كونسيوم انرجي بيحتاج انرجي وبروديوس انرجي وبيطلع انرجي. كونسيوم او انبوت يعني ايه انبوت؟ بيدخل له انرجي. produce او output يعني او output بيخرج energy. يبقى كل جهاز من دول consume energy او بيحتاج energy او input energy و produce energy او output energy. زي مين؟ ده اول واحد الهير دراير. الهير دراير ده اللي بينفش الشعر. ده بيحتاج electrical energy وبيخرج ثيرمال انرجي اند ساوند انرجي. بيطلع حاجتين وثيرمال
ثيرمال حرارة وساوند. السوب ديسبنسر بخاخة الصابون دي بتحتاج ايه بقى؟ بتحتاج ايه؟ غريبة فعلا. بخاخة الصابون بيبقى جواها سبرينج، عارفة السبرينج اللي عاملة كده؟ تكدني السوستة. السوستة ايه؟ انا شبه الشاليمون. لا لا دي دي اللي هي دي ايه دي يا بس؟ ايه دي؟ ايوه ايوه دي اللي هي السبرينج اللي بتبقى موجودة في القلم، اللي هي الحتة الطويلة كده، عارفها اللي بتبقى موجودة في القلم اللي بنضغط عليه. دي بقى بتتخزن جوه هنا، لما بندوس عليها بنطلع بوتنشيال انرجي. فالبوتنشيال انرجي دي ستورد بتتخزن جوه السبرينج، جوه الايه؟ السبرينج، وبتتحول لكاينيتك انرجي لما تبدا تعمل موفمنت اوف سوب، تخرج الصابون. تخرج مين؟ الصابون. اوكي يبقى دي البوتنشال انرجي، وبتطلع ايه؟ كاينيتك انرجي. البوتنشال انرجي دي اللي كانت متخزنه في السبرينج، ايه الانرجي اللي خرجت؟ كاينيتك انرجي اللي بتخرج الصابون. اللي بعديها الواشنج ماشين، الغساله دي احنا بنعمل عليها هدوم، دي بنديها الكتريك انرجي، بنديها كهرباء. ايه ده؟ ازاي ايه؟ هي اللي بيبقى جواها الكهرباء. صح، ما بنحطش فيه الشاشة. يا سبحان الله، ايه ده؟ هي فيها بشا اصلا؟ لا انا ماما بتعمل الكوبس على طول. ما هو الكوبس ده كهرباء بجد؟ هي دي الكتريك انرجي. طب الغساله بتبدا تعمل ايه؟ تلف، فتطلع كاينيتك انرجي، وطبعا مزعجه جدا ساوند انرجي. طب يلا تعالوا كده ونيو رب يور هاند. لما بتدعك ايديك، لما تدعك ايديك يو فيل وورم، بتحس ان ايدك سخنه. ليه بقى؟ عشان لما انت بتتحرك كده اي حركه كاينيتك انرجي، اي حركه ايه؟ فبتتحول لثيرمال انرجي اللي هي الهيت. يبقى كاينيتك انرجي هيتحفظ يا رهف يا صغير. صح صح. نبدا اول واحده، الاول كونسيومد انرجي، الانرجي اللي بتدخل الانبوت او الانرجي اللي بنحتاجها في البلندر ساوند، يعني عشان نشغل الخلاط محتاجين نصرخ فيه. ايه؟ طبعا طبعا. تاني صح. البروديوس انرجي، الانرجي اللي بتخرج، بروديوس يعني ايه؟ اللي بتخرج من اللعبه كيميكال. طبعا غلط، عمر ما اللعبه بتخرج كيميكال انرجي. اللي تاني بتخرج ايه؟ بتخرج ممكن بقى كاينيتك انرجي لو بتتحرك، ممكن ساوند انرجي. يلا انت عايزك تفكري، تفكري مثلا العربيه اللعبه الانبوت بتاعها او الكونسيوم انرجي اسمها ايه؟ الكهرباء اللي داخله لها، الانرجي اللي داخله لها اسمها ايه؟ الكتريك، الكتريك انرجي. وبتخرج ايه العربيه اللعبه؟ يعني الكونسيومد او الانبوت الكتريك. ايه بقى البروديوس او ايه؟ العربيه هتخرج شمس، يعني لا. العربيه اللعبه هتخرج شمس. لا. ايه بقى البروديوس ده او الاوتبوت؟ كاينيتك، بتخرج حركه. صح يا سبحان الله. انت 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 المروحه مالها؟ الانبوت الفاني، يعني الكونسيوم انرجي او الانبوت انرجي او الانرجي اللي داخله لها ايه؟ ايه سو المروحة بندخل لها ساوند؟ لا. امال احنا بندخل لها حاجة اصلا؟ احنا بندخلها الفيشة، اللي هي ايه؟ الالكتريك انرجي. طب الاوتبوت المروحة بتخرج لنا ايه؟ هوا. في حاجة اسمها هوا ولا بتتحرك عشان تطلع هوا؟ بتتحرك. يبقى كاينيتك انرجي تبقى ايه؟ كاينيتك انرجي. تاني هنا قوليلي
السيوينج ماشين، ماكينه الخلاط، ماكينه الخياطه، بندخل لها ايه؟ ايه الكونسيومد انرجي او ايه غلط؟ الكونسيومد انرجي يعني الانرجي اللي بتدخل او الانبوت انرجي بندخل لها ايه؟ ماكينه الخياطه برضو الكتريك، صح؟ مش بنحطها في الكهرباء. طب ما انا قلت الكتريك قلت لي غلط. لا قلت لي كاينتك معلش اتلخبط، ودني دي قد كده اصلا. الكتريك بتخرج ايه بقى ماكينه الخياطه؟ كاينتك، كاينتك بتتحرك انت. الهاند بلندر او الميكس بلندر الخلاط ايه الكونسيومد انرجي او الانبوت انرجي بندخل له ايه؟ احنا ايوه الهاند الخلاط مش موجود في الامثله، كل اللي انا قلتهم مش موجودين اصلا في الاكزامبل، انا عايز ده يشتغل شويه. الخلاط اللي في المطبخ مام. ايه الكونسيومد انرجي؟ الكتريك وبيخرج لي ايه؟ يا سبحان الله. يلا الراديو او التي في ايه الانرجي الكونسيومد او ايه الانرجي اللي بندخلها له اسمها ايه؟ الكتريك. وبيخرج لنا ايه بقى؟ الراديو بيتحرك؟ ايه لا ساوند انرجي. بالظبط كده يا سبحان الله، ساوند انرجي. اللمبه بندخل لها ايه؟ ايه الانرجي كونسيومد او الانبوت؟ اللمبه بندخل لها كيميكال الكتريك. وبتخرج لنا ايه بقى اللمبه؟ نور. يعني ايه؟ لايت انرجي. وبتسخن فبرضه تنفع هيت انرجي، لايت اند هيت، لايت اند ايه؟ وسيرمال. ما هو المشكله اللي هيجي لنا ممكن ما يبقاش في الاكزامبل، فعشان كده بقول اكزامبل كتير من بره. يلا هناخد اخر حاجه خلاص اسمها الانرجي تشين. لا يا مستر كتير قوي، مش هنعمل دي مستر احنا ما خدناش. مستر ممكن ما تديناش واجب اصلا، ما فيش واجب مستر، هيدينا صفحتين واجب. يلا الانرجي لسه في حته ثانيه. طيب اتشي. لسه هنيجي عليها بصراحه. الانرجي تشين واحده واحده. ايه بقى قصه الانرجي تشين؟ الانرجي تشين دي way to describe energy flow، دي اللي بتشرح حركه الانرجي. حركه الايه؟ الانرجي. بتشرحها لمين يعني؟ يعني بتوضحها لنا، بتفهمها لنا. اللي بتوضح بتوضح يعني. احنا النهارده الصبح انا وجيسي عملنا كده لقينا الهواء بين ازاي؟ او في كلب دخل المدرسه. ايه الانرجي اللي جوه جسمنا اللي خلتنا نعمل ايه اسمها ايه؟ كيميكال انرجي. جوه الجسم كيميكال انرجي. كيميكال هو في ايه الكيميكال جوه؟ طبعا الاكل لما بيدخل جوه جسمنا بيعمل كيميكال انرجي وبيخلينا نطلع ساوند عشان تسكتي وتبطلي صوت، ونطلع كاينتك نتحرك وبس تقريبا. وساوند انا قلت ساوند والله سبحان الله قلتها اول واحده، ما انت مفكيش الا صوت. يلا يبقى الانرجي تشين دايما الانرجي تشين بتبدا من الصن. بتبدا منين؟ صن. دايما الانرجي تشين بتبدا من الصن. يلا الصن بقى بتطلع لايت انرجي، يبقى امت نور بتخرج لايت انرجي. بتخرج لايت انرجي. بصوا بقى هنتفاجئ مره واحده، كان عندي جرين بلانت يعني نباتات كانت جرين، بتاخد اللايت انرجي وتطلع منها كيميكال انرجي. واو. يبقى البلانت بيعمل ايه؟ بياخد اللايت انرجي ويطلع كيميكال انرجي. بياخد اللايت انرجي ويطلع كيميكال انرجي. وبعدين نيجي احنا بقى عم ناكل الاكل ده، فلو احنا ايت اورانج لما بناكل بناخد الكيميكال انرجي، صح ولا لا؟ صح. حصل. فاكره لما قلت لي يعني الاكل جوه جسمي رو كيميكال، رحت انا قايل لك اهو بياخد الكيميكال انرجي ونبدا نتحرك فنطلع منها كاينتك انرجي. مستر بس هو الولد انا مش ماكلها كويس، المفروض تبقى بيضه كلها يعني يكون بدل. ما لناش دعوه دي مشكله ده. لا ده عايزه فكره، هي بتتاكل ب 100 طريقه، ده ممكن تعمليها كده مش وقته تدخلي بوز. مش هاكل برتقال انا. يلا يبقى الاول احنا عندنا اللايت انرجي جايبينها من الصن، بنحول اللايت انرجي جوه البلانت لكيميكال انرجي دي انسايد البلانت.
اجي انا بقى كانسان عم 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 اخد بقى الكيميكال انرجي دي واطلع منها كاينيتك انرجي. ايه ده موفمنت بس كده خلاص هعيدها تاني هعيدها تاني ايوه يبقى اول حاجه اللايت انرجي جايه منين اللايت انرجي من السن عشان تعمل جروس اوف تري عشان الشجر يطلع بعد كده ناخد اللايت انرجي نطلع منها كيميكال انرجي بعد كده نركز بقى في كيميكال انرجي دلوقتي ممكن ناخد الوود اللي هو الخبش الخشب وبيرن يعني ايه بيرن نحرقه او عشان عايزين نولع نور عشان نطلع ثيرمال انرجي عشان نتدفى في الشتاء اللي اصلا ما فيهاش نقطه حراره سخنه يبقى الاول خدنا اللايت انرجي من الصن جوه البلانت كيميكال انرجي انسايد تري بعد كده بيطلع ثيرمال انرجي بيقول لي بقى وين يو جو لو احنا ماشيين فروق قاعدين ويايا ممشي بمشي خلاص كفاية بقى ايه اللي بيحصل واحنا بنمشي مش احنا بناكل فود والفود ده ممكن يبقى بلاند يعني جواه كيميكال انرجي انا جواه بلاند هو انت ما بتاكليش برتقان ما بتاكليش تفاح ما بتاكليش بامية ما بتاكليش فاصوليا ما كل دي بلاند وجواهم كيميكال انرجي وجواهم كيميكال ايه انرجي بيخزنوا كيميكال انرجي مستر ايه لو السكر بتاعته ازاي بيضربوه برضه من القصب اسد قصب 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 الاخضر ده الطويل ايه ده يعني هما بيقعدوا يقطعوا فيه ويقعدوا يطلعوا يعصروا فيه ويطلعوا منه سكر يعني يبقى الكيميكال انرجي سبحان الله سبحان الله لما ايه رايك نجيبه ونجيب سكر بدل ما نشتري سكر لا اله الا الله يبقى نحط على الشاي بقى للمستر السكر غير يلا الكيميكال انرجي اللي بيتخزن في الاكل يمسح عن هنحوله لكاينيتك انرجي مستر قال حد هيرد ايه مستر قال حد هيرد فانا سكت عشان عايزه يلا بينا there is a change في تغيير بيحصل في الانرجي لو حرقنا burning لو حرقنا الوود ليه بقى لان الكيميكال انرجي المره دي اللي كانت موجودة جوه الخبش هتطلع علينا ايه؟ ثيرمال كونفيرت انتو ثيرمال يلا تاني هير دراير ايه يا مستر؟ اكزامبلز والله نفس الفكرة وخلاص فاضل هيا فاضل اخي الفكرة يلا خدنا ليه في الصنة دماغ دايما اللايت انرجي هو اللي بيعمل جروس اوف تري هو اللي بيكبر الشجره عرفنا 100 مره عرفنا 3 مرات نركز بقى على الحته دي ممكن الشجره تطلع كول يعني فحم الفحم ده بنجيبه ازاي ريميندر اوف دي تري بواقي الشجر الميت ولما الشجر بيموت بيطلع فحم ويدفن جوا الارض عارفين جوه الفحم ده فيه ايه كيميكال انرجي جوه الفحم فيه ايه كيميكال انرجي الفحم ده الكول ده ونوغديه لالكتريك باور ستيشن لمحطات طاقه ايه تعمل ايه محطات الطاقه هتعمل ايه تاخد الكول تاخد الفحم وتحرقه ليه ده عشان يدوروا على دفا يعني عشان يطلعوا ثيرمال انرجي وبعد ما ياخدوا الثيرمال انرجي يطلعوا منها كاينيتك انرجي وبعد ما يطلعوا كاينيتك انرجي هيطلعوا الكتريك انرجي يطلعوا منها الكتريك انرجي طب ايه العمليه دي بقى وبعد ما يطلعوا الكتريك انرجي تمشي جوه الواير جوه السلوك لحد ما تروح للهير دراير لمجفف الشعر فتطلع ثيرمال انرجي وكاينيتك انرجي وساوند انرجي
ودي العملية كاملة. تاني والله العظيم خدنا دي 100 مرة. يبقى لا مختلفين، كل مرة فيها اختلاف. يبقى اللايت انرجي بيبدأ منين؟ من السم. يدخل جوه البلان جوه الكيميكال انرجي اللي المرة دي متخزنة في كول، والكول او الفحم ده جايبينه من ريميندر بواقي الشجر الميت. هناخده نطلع منه ثيرمال وكاينيتك في الالكتريك باور. ناخد بقى الثيرمال والكاينيتك نطلع منه الالكتريك. ناخد بقى الالكتريك ده نطلع منه ثيرمال وكاينيتك والساوند. الصفحة الاخيرة بقى لين دي كده الصفحة الاخيرة هوم ورك صح؟ الصفحة دي هوم. لو 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 لو. لا لا نوت يلا نوت. مش كل الانرجي ريتش ذا ديفاين. بس دي هوم ورك. دي هوم ورك بس الاول نحل دول بس نخلص دي بقى. لا نوت مش كل الانرجي اتشيل، مش كل الانرجي بتوصل الاجهزة. سم اوف انرجي في شوية من الانرجي دي is wasted يعني بتخسر بتترمي. while traveling through energy chief وشوية منهم بيتحركوا في الانرجي chief. يبقى مش كل الانرجي بتوصل للجهاز. في شوية من الانرجي wasted يعني بتترمي بنخسرها، والباقي بيروح وبتتحول لأذر form of energy. بس في رول لازم نبقى عارفينه. انرجي نايذر ديستريتد نوت بات كونفرتد. يعني ايه الكلام ده؟ مفيش انرجي بنقول عليها طارق، الانرجي دايما بتتحول من حاجه لحاجه. واغلب الوستد انرجي، اغلب الانرجي اللي بتضيع بتبقى هيت. دايما الهيت هي اللي بتضيع. حلو ده احنا نحلو.